السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع مع الفيديو الثاني الذي يوضح برنامج مادة الفيزياء لمستوى الثانية بكالوريا شعبة العلوم لمادة الفيزياء والكيمياء. رأينا فيما مضى جزء الموجات وما يضمه من دروس ومن معارف. الآن نأتي إلى الجزء الثاني ولا وهو لي ترانسفورماسيون نوكليير. هذا الدرس يضم فقط درسين اثنين، أو هذا الجزء عفوا يضم درسين اثنين، لا ديكروسونس رادياكتيف et noyau masse énergie. بالنسبة للدرس الأول لدي croissance radioactive التناقص الإشعاعي سوف نرى les noyaux le symbole composition isotope diagramme de stabilité نشوف الرمز ديالها المكونات ديالها النظائر ثم مخطط الاستقرار وما يسمى بمخطط سيجري ثم les radioactivité alpha beta plus et beta moins et l'émission de gamma نتعرفوا على هاد الاربع انشطه اشعاعيه وعلى الميكانيزم ديالها ثم لي لوا دو كونسيرفاسيون دي شارج اي دو نوكليون ولا كنختصرها بكل بساطه في لوا دو سودي اللي هو قانون حفاظ الشحنه والنويات ثم لوا دو ديكروسونس رادياكتيف ايفولوسيون دو لا ماتيير رادياكتيف دومي في كونستون دو طون نتعرفوا على قانون التناقص الاشعاعي وفي اخر الدرس غنتعرفوا على لي زابليكاسيون دي دو لا راديواكتيفيتي اون جينيرال وحنا اللي غنتعرفوا فقط على لا داتاسيون التاريخ كيفاش ممكن اننا نستغلوا هذه النواه المشعه باش اننا نديروا التاريخ. اما الدرس الثاني نويو ماس انرجي فهو يضم على الاشياء الاتيه او يضم الاشياء الاتيه ليكيفالونس ماس انرجي وهي اول شيء سوف نبدا به في هذا الدرس l'équivalence masse énergie وسوف نعطي او نذكر بالعلاقه المشهوره عندنا في الفيزياء الا وهي E إيكال ام سي كاري ثم بعدها سوف نتعرف على لو ديفو دو ماس دان نويو النقص الكتلي لنواة ثم انرجي دو ليزون دان نويو اي دان نوكليون طاقه ربط لنواة وطاقه ربط كذلك لنويه اي ستابيليتي دان نويو ثم استقرار النواة والعلاقة بالاستقرار ديال النواة مع طاقة رد النواة أو النوية ثم لا كورب داستون ولا كتسمى أوسي سي لا كورب دو ستابيليتي رياكسيون نوكليون فيسيون اي فوزيون وهاد لا بارتي خاصة فقط بشعبة العلوم الفيزيائية وشعبة العلوم الرياضية أو مسلك العلوم الفيزيائية وشعبة العلوم الرياضية واخيرا بيلون ماسيك اي انرجيتيك دون ترانسفورماسيون نوكليير نتعرفوا على الحصيله الكتليه والحصيله الطاقيه لتحول النووي اذا هذا فيما يخص الجزء الثاني لي ترانسفورماسيون نوكليير الان نمر الى الجزء الثالث الكتريسيتي الدرس يضم فقط أربعة دروس الدرس الاول اللي هو ديبول ار سي الدرس الثاني ديبول ار ال الدرس الثالث اللي هو لي زوسيلاسيون دون ان سيركوي ار ال سي سيري والدرس الرابع ابليكاسيون برودكسيون دي زوند الكترومغنيتيك وهذا الجزء خاص فقط بمسلك العلوم الفيزيائيه وشعبات العلوم الرياضيه مع ان الدرس الثالث كذلك في واحد المقطع خاص فقط بالعلوم الرياضيه ناتي الى الدرس الاول دي بول ار سي في هذا الدرس ان شاء الله سوف نرى لي كوندونساتور Le symbole, la représentation conventionnelle, l'intensité de courant, la capacité de condensateur, la charge d'un condensateur. Yani, aïe chose qui est allé à le dipôle, qui est le condensateur, elle est allé à association des condensateurs, association en parallèle et association en série. Les associations des dipôles, qu'on a fait la 5e, qu'on a fait des conducteurs ohmiques. Mais maintenant, on a التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. ثم كنبحثوا على le condensateur équivalent, mais maintenant soit la capacité, soit la charge. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension, échelon montant, échelon descendant, étude théorique et expérimentale. C'est moi faire la partie muhim jidden, jidden. Et ne faire les tâches que je faire le dipôle RC. En tout cas, le circuit RC. Dans le cas de la décharge, plutôt dans le cas de la charge d'un condensateur ou dans le cas de la décharge d'un condensateur. Il y a l'échelon montant, ça veut dire la charge. L'échelon descendant, ça veut dire la décharge. Seulement, on s'en fout qu'à l'équation différentielle,
la solution de l'équation différentielle, summa les paramètres ديال هذا لو سيركوي هذا. واخيرا سوف نختم هذا الدرس بالانرجي اومغازيني دون لو كوندونساتور، ما هي الطاقه المخزنه في المكثف. الدرس الثالث دي بول، عفوا الدرس الثاني دي بول ار ال. دي بول ار ال غنتعرفوا فيه على لا بوبين، لو سامبول ريبريزونطاسيون كونفونسيونيل كوفيسيون دانديكسيون دو لا بوبين ريزيستانس ان انتر. اذا غنتعرفوا على لا بوبين، لا بوبين والمكونات ديالها. ثم la réponse d'un dipôle RL à un échelon d'auto surmontant est descendant d'études théoriques et expérimentales. Dis-moi, on a dit que l'on a fait RC, on a fait R, RL, on a fait RC, on a un conducteur ohmique avec un condensateur, on a fait un conducteur ohmique de résistance R avec une bobine d'inductance L. Donc, l'énergie est emmagasinée dans la bobine. سيان تعرفوا على الطاقة المخزنة في الوشيعة. ثم الدرس الثالث اللي هو لو سيركوي ار ال سي سيري. لي زوسيلاسيون ليبر دون ان سيركوي ار ال سي سيري. بالنسبة لهاد البارتي خاصة بجميع الشعب العلمية. غادي نتعرفوا على لا ديشارج دان كوندونساتور دون زين بوبين، انفلونس دامورتيسمون بسودو بيريود، إذا تفريغ مكثف وشيعة. Le transport d'énergie entre le condensateur et la bobine est fait joule. On a tout un tafsir taqi li tadadul taqi bayna al mukthif wa al washia. On a tout كذلك على أنظمة التذبذبات, le système des oscillations, le نظام دوري و نظام شبه دوري و نظام لا دوري, le système périodique et pseudo-périodique et apériodique. ثم غادي نمشيو لو سيركوي ال سي ايديال, يعني واحد الحالة خاصة اللي هي ايديال, يعني بالنسبة لهذا السيركوي ار ال سي سيري. غنتعرفوا على لي زوسيلاسيون سينوزويدال ايكواسيون دو طون بيريود بروبر. ثم في اخر الدرس غنديروا لونتروتيان دي زوسيلاسيون دون لو سيركوي ار ال سي سيري, صيانة التذبذبات في الدارة ار ال سي سيري. شنو كنقصدوا بالصيانة وشنو خاصنا نضيفوا للدارة الكهربائية ار ال سي باش انها تكون دارة مصانة. ثم هاد لابارتي اللي جايه الان خاصه فقط بالعلوم الرياضيه لي سونس مات. لي زوسيلاسيون فورسي دون ان سيركوي ار ال سي سيري, وهنا غادي نتعرفوا على لو كورون التيرناتيف سينوزويدال, ايتود اكسبيريمونتال دان دي بول ار ال سي سيري سينوزويدال فورسي, لامبيدونس, بوند باسونت, فاكتور دو كاليتي, اي فينومين دو ريزونونس. وغادي نختمو هذا الدرس هذا بويسونس إلكتريك دون لو ريجيم سينوزويدال. أما آخر درس عندنا اللي هو الدرس الرابع, عفوا أنا الدرس الرابع أبليكاسيون أبليكاسيون برودكسيون دي زوند إلكترومغنيتيك, وهذا الجزء هذا خاص فقط بليسونس فيزيك إي سيونس إي سيونس مات. وغادي نتعرفو في هذا الدرس على لي زوند إلكترومغنيتيك ترانسفورماسيون دانفورماسيون. Plutôt, c'est transport d'information, c'est pas transformation, c'est transport d'information, intikal ma'louma, modulation d'une tension sinusoïdale, tadmin tawattur jibi, mal maqsoud bi tadmin, idha fash ghadi nwassel li ghadi nta'rafou alayh, modulation d'amplitude, principe de modulation et principe de démodulation, idha chnou kanqsdou bla modulation. Pourquoi modulation d'amplitude? Il y a un autre problème de la modulation et démodulation. Sommes à l'arsenal d'as les éléments d'un récepteur, le voir de nardo un radio de type AM. Je ne sais pas si nous avons une élina l'abréviation AM. Un affaire radio que je vois AM ou FM et parfois même que je vois TPM. Donc, les trois abréviations, je nous qui en est.